المغاربة اللي ناقصها التربية خصنا نعاودوا ليه التربية ديالو. ما يمكنش ما يمكنش. سنعيش مع أخ النوش عهد، يعني إن شاء الله نعفو العافية، عهد ديال هذيك الكلمة اللي قالها، أنعاودكم بالتربية بالمفهوم التربية المخزنية. التربية المخزنية زعما تتكلم الحبس، هي هذه التربية المخزنية، بمعنى التربية المخزنية بمعنى ما تتكلمش على الحقوق ديالك، اللي تكلم العكاشة. نعم نحن كهيئة ديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، نحن هيئة حقيقية رسمية بالقانون الأساسي ديالنا، ماشي هيئة وهمية، ماشي الصفحات ديالنا ماشي صفحات مستعارة، حتى نردوا على هذوك الخبراء ديالهم تيقولوا أن خبراء دوليين يقولون أن هذا الهاشتاغ هاشتاغ وهمي، تتزعموا صفحات وهمية. من هذا المنبر نقول نحن كهيئة ديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان أننا كنا من المبادرين هذا الهاشتاغ في الصفحه ديالتنا اللي هي الصفحه الرسميه اوفيسيال ديال الهيئه الديمقراطيه المغربيه لحقوق الانسان، نطالب بديجاز اخ النوش، بمعنى ارحل اخ النوش. هذا الرجل، هذا المستعلي، هذا الامبراطور الذي حكم المغرب في قبضته، تقولوا حكم المغرب في قبضته، حكومه فاشله في تدبير الازمات، حكومه لم تستطع ان تؤمن غذاءنا ولا ماءنا ولا حتى الامن الاجتماعي. هذه ان حكومه، هذه الحكومه الاولى انها ترحل كحكومه. انا فين تنتكلموا على الديمقراطيه سي الشرفي، ان الدول الديمقراطيه التي تحترم شعبها عندما لا يستطيع رئيس حكومه ما او وزير ما ان يدبر ازمه من الازمات، فانه يضع ورقه استقالته ويصطف امام الشعب ويقول اللهم هذا، اللهم اني مغلوب. واش اخ النوش يلا عنده عام؟ انا ما مع اخ النوش، انا كنتكلم معك بالحياد، بمنطلق الحياد بما ينص عليه قانون المتعلق بالصحافه والنشر واخلاقيه المهنه. كتقولوا اخ النوش دار، اخ النوش كتحملوه المسؤوليه ديال 50 سنه، واش هل فعلا يستحق ان تحملونه المسؤوليه؟ ام انه خصو مزيد من الوقت؟ لك الكلمه مع الساده المشاهدين. واخا اخ النوش، اولا رسح نفسه الانتخابات الرئاسيه من حقه في ظل الازمه اللي تعرفها المغرب. ما تقولش الازمه هي والده المرحله، هي ازمه والده واحد السنوات، ولكن انه رسح نفسه للانتخابات وهو على كامل الاستعداد لمواجهه هذه الازمه، واتى بوعود عديده لهذا الشعب. ما كاينش مليون منصب شغل، لان ما تنقولوا السوق، لان ما تنقولوا هذه حلول ترقيعيه لا تسمى حل، انصاف الحلول لا تسمى حلول. ما تزيد يا اوراس، هي اوراس باقي كاع ما بدات، اللي غادي دير لنا هذا المليون المنصب ديال المليون منصب ديال الشغل، هاي باقي حتى ما لم تخرج الى حيز الوجود. وانا اطلع على منابر اعلاميه تتكلم عن اختلاسات واختلالات في هذه في هذا الورث من اوراس ديال هذه الدوله. هذه باقي كاع ما خدمنا، ولقينا احنا هنا اختلالات ومتابعات قضائيه في حق من سماسره هذه اوراس. اذا انت قبلتي واحد التعدي خاصك تكون قدو. اخ النوش قبل واحد التحدي بان بغى الشعب يعيش في رخاء، سعى اننا في عهده لم نرى الا كما تقولوا احنا سنوات الجمر والرصاص، ربما اسد من 1999 القطيعه اللي قطعناها ديال 1999 في عهد جديد. سنعيش مع اخ النوش عهد، يعني ان شاء الله العفو والعافيه، عاد ديال هذيك الكلمه اللي قالها، انعاودكم بالتربيه بالمفهوم التربيه المخزنيه. كل الدول الديمقراطيه بمعنى الديمقراطيه، ونحن لا نعيش في دوله ديمقراطيه، نحن نعيش في المغرب، ليس هناك دوله، ليس هناك ديمقراطيه في المغرب. بمعنى الديمقراطيه في المغرب شعار، ان الحكومه المغربيه او الدوله المغربيه لا تخضع لاراده شعبها، لا تؤمن بشيء اسمه الشعب. فالشعب اليوم يعني عمل هاشتاغ ديالو ديال اولا نحن نعيش في دوله الحق والقانون. دوله الحق والقانون تنعيشها في الاوراق، في الدستور، في الواقع نعيش القهرة، نعيش الميزيريه، نعيش الزلط. شوف عدد الانتحار في المغرب ارتفع، عدد الطلاق في المغرب ارتفع، كل يعني ولينا تنعيش بؤس اجتماعي في المغرب. احنا تقول كموظفين، نحن يعني كموظفين نعيش الازمه، فاحنا كموظفين تقول عندنا واحد الدخل اللي هو الحمد لله لا باس به،
يعني ضررنا بهذه الازمه. فكيف بالمواطن اللي تياخذ السميك؟ كيف بالمواطن اللي ما خدامش؟ كيف بالمواوم؟ كيف بذلك؟ اذا ها عندنا الدوله المغربيه لا تحترم اراده شعبها التي تطالب في خاصه نحن نتكلم عن غلاء اسعار المحروقات، تطالب بتسقيف الارباح، تطالب بتاميم شركه لسامير. فإذا بنا نجد حكومة تتعنت لما تتعنت، لأن هذه الحكومة تسلل إليها التجار، وعندما تجتمع التجارة والسلطة تفسد التجارة وتفسد الدولة. وحقيقة يعني ارتفاع الأسعار في المغرب تعرف واحد ارتفاع صاروخي مهول، ارتفاع فاحش تضر منه المواطن المغربي يعني بكل شرائح ديالو، من تنقول بكل شرائح ديالو، لا سواء الفئة المتوسطة أو الفئة الفقيرة فإنها متضررة. حتى هذاك اللي عنده الموتور ديالو اللي تيمشي يقتات به اليوم ديالو وهذاك الشيء أصبح متضررا من هول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب. والحقيقة أن دائما أن نتكلموا على الوضع الوطني مع علاقته بالوضع الدولي. تسلسل نعم. تسلسل اللي هو تلاحظوا ان التكلفه او تكلفه ديال ارتفاع الاسعار يؤديها فقط المواطن المغربي، لان المواطن المغربي لا ينتفع عندما تنخفض اسعار البترول عالميا، لان تنشوفوا دابا السعر ديال البترول عالميا نزل على 100 دولار البرميل، ولم يستفيد المواطن المغربي من هذا الانخفاض. اذا هذه الشركات المحتكرة للمحروقات هو الدولة المستفيد الوحيد من هذه الارتفاع ديال هذه الأسعار، سواء من ناحية الضرائب، سواء من حيث عدم تسقيف أسعار المحروقات أو التعليلات التي تتعلل بها هذه الشركات بأنها عندها واحد احتياط ديال 60 يوم من المحروقات وما يمكنش أنها تخفض إلا بعد يعني استهلاك هذا المخزون الاحتياطي ديال المحروقات اللي سراتو في وقت الغلاء ديالو عالميا. الرساله الاخيره ان الحكومه المغربيه عليها ان تتجاوب مع مطالب الشعب المغربي المتجليه في خفض اسعار المحروقات والمواد الاساسيه، حتى تتوافق مع القدره الشرائيه للمواطن المغربي، والا فان هذه الحكومه اذا بقات في التعنت ديالها فانها ستهدد السلم الاجتماعي داخل المغرب. وكما ندعو من هذا المنبر عقلاء المغرب ان يتدخلوا، ومن تنقول عقلاء الدوله المغربيه ان يتدخلوا من اجل ابقاء السكه على ابقاء القطار على سكته الصحيحه حتى لا يخرج على السكه ويقع ما لا يحمد عقبه. والامن الطاقي والامن الغذائي هو امر مهم. الامن الطاقي هذا موضوع اخر نقدروا نفتحوا فيه لقاء اخر، لان الامن الطاقي ولا الامن الغذائي ولا الامن المائي الان تبين لنا عور كل المخططات وفشل كل المخططات التنمويه المغربيه، ومنها المخطط الاخضر اللي هو مخطط اسود اتى على الاخضر واليابس في المغرب. هذا موقف الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان كموقف ديالها، لأن هذه الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان في ردا على من قال أن هناك صفحات وهمية، احنا في صفحتنا الهيئة الديمقراطية المغربية كنا من المبادرين في مبادرين الى الهاشتاغ ديال 7 دراهم ايسونس، 7 دراهم غازوال، 8 دراهم ايسونس اخنوش الحل، كان كصفحة رسمية التي تتجاوب مع نبض الشارع المغربي المقهور الذي يعيش حرارة ولهيب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية في المغرب.